فعاليتنا اللي هي مستمرة على مدار عشر من 4 شهر لعشر شهر لأربعتاش اثنين. اليوم نحن بحديقة الزاهرة الجديدة عاملين حملة تشجير بمشاركة كل الفعاليات. نزرع شجر مسمار، شجر زيتون وشجر نانرج، تقريبا شي 30 شجرة ضمن الحديقة. وقبل الفعالية طبعا مديرة الحدائق قامت بالعناية بالحديقة وزراعتها ووضع النباتات والأشجار بعدد من المواقع ضمن الحديقة. بس اليوم نحن لحتى نشارك أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمنظمات الشعبية وسكان المنطقة. نحن خلال هذا المشروع حاليا نحن نستهدف الوصول إلى الأسر السورية الكريمة في ضمن الوحدات الإدارية أو الأحياء. طبعا الغاية من هذا الوصول هو رفع وعي ورفع سبيل النظافة في هذه الأحياء، وخاصة هذه الأحياء اللي عليها ضغط، إن كان ضغط في الموارد، إن كان مياه أو كهرباء، وكذلك كذلك الأمر في ضغط في موضوع النفايات وكمية النفايات الناجعة عن هذه المنازل. النظافة من الإيمان، يعني مثل ما بيكون نظافة من الإيمان ببيوتنا مفروض تكون بشارعنا بحينا بمدرستنا. طبعا هو المفهوم مفروض بس أنه شوية وعي من الأخوة المواطنين بالتعاون مع عمال النظافة الموجودين لنقدر نكمل الصورة ونقدر تطلع شوارعنا يعني بصورة لائقة أقل شيء.